احنا المستمع عندنا على قسمين، عندنا مستمع سلبي وعندنا مستمع ايجابي. المستمع السلبي هذا اللي يجي يسمع ويطلع فقط، يتلقى ويخرج. هذا انا اعبر عنه واصطلح عليه بالمستمع السلبي. وعندنا مستمع ايجابي. كيف ايجابي؟ له عدة أدوار. الدور الأول يقوم بدور الاقتراح على الخطيب. الخطيب بعد ما عنده علم ما كان وما يكون، يحتاج الخطيب من ينقل له صورة الساحة، ماذا يوجد في الساحة، ماذا يحصل في الساحة، ما هي أهم متغيرات الساحة. يحتاج من ينقل له مثل هذه الصور. من الذي يقوم بهذا الدور؟ المستمع، المستمع المثقف الذي له ارتباط بالواقع وله احتكاك مع الناس. مثل هذا يقوم بهذا الدور، فهو يعطي للخطيب صورة مصغرة عن الواقع. ترى القضايا الآن التي تطرح عليها أسئلة وتوضع عليها نقاط استفهام، 1، 2، 3، 10. هذا الدور الأول. الدور الثاني هو الحضور، وهم حضور المستمع الإيجابي أفضل من حضور المستمع السلبي. ليش؟ لأنه أنت حضور مو مطالب أنك تسمع فقط، لا، مطالب وتعيها أذن واعي، تسمع تفهم وتسجل. الشيء الذي لم تفهمه ماذا؟ سجل. مو فقط واحد يقول ما شاء الله على هذا الخطيب مبدع، على شنو تكلم؟ تكلم عن موضوع كذا. زين شنو الموضوع؟ والله ما فهمت منه شيء. كيف عرفت انه هذا ابداع؟ البعض هذا يظن انه الابداع انك تجيب كلام ما يفهمه احد. لا، المستمع الايجابي يحاول قدر الامكان فهم ما يطرحه الخطيب. زين، عندنا امور مثلا ما فهمها، امور يرى أنها محل إشكال، يضع عليها نقاط استفهام. يجي المرحلة الثالثة، الدور الثالث هو هذا، أن يسأل ويستفسر ويحقق. رواية مثلا أنا كخطيب ذكرت أنها في الكتاب الكذائي، أنت بحثت ما وجدتها، من حقك تسألني. أنا جبت قصة شاهد وما ذكرت له مصدر، من حقك تحاسبني. تعال، هذا من وين جايب هالقضية؟ أنا مثلا استشهدت بقضية وأنت ترى أنها لا بعيدة عن هذا المورد الذي أنا استشهدت به، من حقك أن تشكل علي. بهذه الصورة المنبر يتطور والخطيب يتطور. الخطيب لما ما يحس بوجود المستمع، المستمع والجدار شيء واحد، يتلقى الصوت فقط، كيف بيتطور الخطيب؟ الخطيب يتطور لما يكون المستمع مثل ما ذكرنا مستمع إيجابي، مستمع يسمع ويعي ويسأل. هذه الأسئلة هي اللي تطور المنبر. للأسف يعني بعض الظواهر نشوفها، المستمع يرى مجرد السؤال أنه يسأل الخطيب يرى أنه عيب. أنا حصلت معي في المنطقة، سمعت قضية غريبة عجيبة، قضية يعني ليس لها سابقة. أنا لعله تعرف يعني البعض ذات كطلبة علم أو حتى مطلبة علم خطبة ما يقبل السؤال، لعله يشوف أنه هذا كأنه تحدي له. فكلمت أهل المجلس، إذا ما عليكم زحمة اسألوا هالقضية من وين جايبها. جاء قالوا كيف عيب؟ كيف ما نقدر إحراج؟ يعني هو يكذب؟ يعني ما أقول يكذب، زين التثبت، الله أمرنا بالتثبت في كل شيء. فإحنا لما نعقد هذه الجلسات وهذه الندوات الغرض منها التعويد، تعويد المستمع أن يكون إيجابياً، أن يكون له دور في تطوير
منبر الحسين عليه السلام، لأنه هذا المنبر كان رافد علمي كبير لآبائنا وأجدادنا. إذا تشوفوا الآباء والأجداد ثقافتهم من المنبر فقط، ما عندهم شيء ثاني، لا كان في لا تلفزيون ولا راديو ولا انترنت ولا شيء، ما كان في شيء، كان في فقط المنبر. الآن نريد هذه القضية تستمر، إحنا نريد أن هذا المنبر يبقى بهذه القوة، يثقف الأبناء والأحفاد والأجيال القادمة.